ايه اللي حصل؟ طلع مش بوليس واللي معاهم طلع فريدريك مش نبيل. بتقول ايه؟ بقول لكم طلع مش بوليس واللي معاهم فريدريك مش نبيل، وخد منهم الشنطه ومشي. عبد الخالق اطلع على بيت نبيل. مفتاح الشقة. مفتاح كان يلا بينا. طب وبقيت حاجتي اللي جوه؟ توماس استنى. وامر حضرتك. ودي المفتاح ده لمستر ايزاك في الاورنج كلاس. اوكي. استنى انت. اركب ورا وانزل في الدواسه. ايه؟ نفذ اللي بقول لك عليه يا بني ادم. حاضر. العربية المرسيدس مشيت، نور الشقة منور، أكيد نبيل لسه فوق. اللي ما كناش عارفينه إنه وقتها كانت الشقة فاضية ما فيهاش حد. ونبيل كان راح فين؟ نبيل كان اختفى خالص. انت ايه اللي هببته ده؟ انت ما وديتش الشنطة على الخزنة ليه؟ ايه اللي خلاك تاخد الشنطة معاك على البيت؟ ابو سليم انا اسف. اسف؟ وهعمل ايه باسفك ده؟ هصرفه من انهي بنك اسفك ده؟ عارف اللي كان في الشنطة ده يساوي كام؟ عارف لما المؤسسة تعرف انك ضيعت الشنطة باللي فيها هيعملوا ايه فيا وفيك؟ عارف ولا ما انتش عارف؟ المشكلة ان العمة مش هتحاسبك انت لوحدك، هتحاسب اللي شغالك وتحمل مسؤوليتك، هتحاسبني انا معاك، وكل ده من تحت راسك انت. انا مستعد اعمل اي حاجة عشان انت حسابك معايا مش دلوقتي، انت حسابك معايا بعدين لما اخرج من الورطة اللي حطيتني فيها. صباح الخير. صباح النور. هي سامية فين يا ناس؟ معرفش، انا لما صحيت كانت هي نزلت، قلت اكيد سبقت على الفطار. ما حدش شاف سامية النهارده يا جماعه؟ يمكن تكون خرجت تتمشى شويه او تشتري حاجه. طيب يا جماعه انا مضطر اروح اداره المهرجان عشان احضر الندوه بتاعت سامية، ارجوكم لو حد شافها يبلغها انها لازم تبقى قبل الساعه 7 موجوده في قاعه العرض. سلام. هادي هادي، قوم كلك لقمة.
غريبة، الساعة 10 الصبح ولسه ما نزلش راح الشغل، والشقة بتاعته لسه منورة. معقولة يكون لسه نايم وسايب نور الشقة مولع؟ عبد الخالق. أيوة يا فندم. سيب الأكل دلوقتي وانزل شوف إيه الحكاية. حضرتك رايح فين؟ هير نبيل سالم. هير نبيل مش موجود. مش موجود يعني ايه؟ هير نبيل خرج. ما تعرفش راح فين؟ سوري مستر نبيل سالم بليز. ايه؟ مستر نبيل سالم انهي دور؟ يعني ايه مش في شقته؟ الحارس بيقول انه مشي. ما قالكش مشي امتى وراح فين؟ لا ما قالش، بس في واحده بنت وصلت دلوقتي بتسال عليه. بتسال على مين؟ على نبيل يا فندم. انت متاكد؟ ايوه متاكد. دي بتسال عليه بتاع ايه يعني؟ هادي. ايوه يا فندم. خليك وراها ما تغيبش عن عينك لحظه. تمام يا فندم. ابو الخالق. ايوه يا فندم. خليك هنا وبلغنا باي حاجه تحصل. حاضر يا فندم. عادل احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطلع على شيرلي هاي. فرانكفورت؟ هو احنا طالعين على فرانكفورت؟ ايوه. طب والبوليس اللي مستنينا هناك في هامبورغ مش هنروح له؟ انت لو دخلت مركز البوليس في هامبورغ مش هتخرج من هناك الا على المحكمة، في المحكمة هيحكموا عليك مش أقل من 15-20 سنة. عايز تتسجن 20 سنة يا نبيل؟ لا 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 لا، يبقى تسكت خالص. مسلم انت رايح فين؟ خليك قاعد جوه العربية، اوعى تروح كده ولا كده. حبيبي عايز ايه؟ انجليزي؟ فرنساوي؟ الماني؟ حبيبي انا عايزه يوناني. وهتخلصه امتى؟ مستعجل عليه؟ جدا. عدي عليا بعد 3-4 ساعات ممكن تاخده. لا لا مش 3-4 ساعات، بعد 3 ساعات هعدي عليك ويكون جاهز. ماشي.